ومن لاهاي ينضم الينا السيد زيد تيم، امين سر حركه فتح بهولندا. اهلا ومرحبا بك سيد زيد. يعني نتحدث عن زياره مرتقبه لبنيامين نتنياهو للجمعيه العامه للامم المتحده، ونتحدث ايضا عن ان المحكمه الجنائيه الدوليه قد تصدر اوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. الى اي مدى يمثل هذا الاجراء اهميه كبيره في يعني تحجيم دور نتنياهو ومحاكمته على ما قام به من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزه؟ أسعد الله صباحك أستاذ أحمد، الرحمة للشهداء والحرين الأسر والشفاء للجرحى. هذا القرار له أهمية كبيرة جدا، وأنا أعتقد أنه السيد كريم خان أجل بعض الوقت وحاول قدر إمكان الضغط بكل ما يستطيع من قوة من أجل إصدار هذه المذكرة قبل ذهاب نتنياهو إلى أمريكا، وذلك لوضع النقاط على الحروف بشكل واضح، لأنه تبين من خلال التقارير التي قدمت إلى محكمة الجنائية الدولية بأنه ارتكب هو وجالاند وكثير من حكومته بالنية والفعل الحرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني، وما زال يمعن بشكل واضح في حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في غزة وفي الضفة كذلك الأمر. الاحتلال يقوم بتدمير كل ما هو حي في غزة، وآخر هذه الأشياء كان يدمر آخر حي في رفح وحي جنيني، وهذا الحي الوحيد الباقي في حالة طبيعية. أنا أعتقد أنه الاحتلال كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية يقوم بتدمير وقطع الماء والكهرباء ويتفنن في حرب الإبادة الجماعية وعلى مرأى ومسمع العالم، والاحتلال نفذ جريمة بحق الإنسان في فلسطين، وإسرائيل تمنع وصول كل المساعدات الإنسانية، وهذا طبعا سيكون له إجراء، وهذا الإجراء من خلال محكمة الجنائية الدولية الذي تحاكم الأفراد. وأنا متأكد أنه إذا صدر هذا القرار نتنياهو سوف يمكن أن يسافر مباشرة من تل أبيب إلى أمريكا ولا يتوقف في أوروبا، لسبب لأنه أغلب الدول الأوروبية موقعة على قرار محكمة الجنائية الدولية وموقعة في المحكمة، ويجب عليها وهذا لزام عليها إلقاء القبض على نتنياهو. أعتقد أنه هذا القرار سيكون مهم ومهم جدا، وخصوصا أنه سيناقش موضوع عضوية فلسطين كذلك، وهذا ما يثير حفيظة هذا الاحتلال الذي لا يرى إلا نفسه ويحاول الضغط بكل ما يستطيع من قوة لرفض القانون الدولي والقانون سيد زيد. على ذكر ما طرحته فيما يتعلق بعضوية فلسطين، كيف تقرأ أهمية الزخم العالمي المتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ بعد اعتراف حقيقة أكثر من 149 دولة وإعطاء عضوية فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد التصويت الماضي، وأنه اليوم هي عضو كامل العضوية، ويجب طرح موضوع ما قدموا من محكمة العدل الدولية القرار الذي تم بناء على أنه فلسطين الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراضي محتلة، يجب أن يكون هناك عضوية كاملة في مجلس الأمن الدولي. أنا أعتقد أنه هذا له أهمية كبيرة جدا، لأنه هذا انتصار للعدالة وانتصار للعدالة الدولية، وهذا التزام بالقانون الدولي، وهذا حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي يخوض كل نضالاته في من أجل تحقيق آماله وطموحاته في بناء دولته وتقرير مصير، وهذا حق قانوني. أعتقد أنه بعد القرارات الدولية التي قدمت إلى الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، يجب على العالم أن يلتزم، رغم أن هناك ممكن أن يكون فيتو أمريكي، ولكن ليس له أهمية، لأن الجمعية العامة إذا صوتت بالأغلبية سيكون انتصار للقضية الفلسطينية. نعم، على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر على ما أفدتنا به من تحليل. كنت معي من لاهاي زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا، شكرا لك.